المونديال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين، أحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج المونديال. أحييكم أنا عبدالعزيز سلوم من الإعداد والتقديم لهذه الحلقة التي سنتناول فيها أبرز المستجدات من المونديال، بالإضافة إلى تحليل فني للمنتخبات العربية في المونديال. لكن في بداية هذه الحلقة سنستضيف معنا الأستاذ خالد زاهد، رئيس العمليات التنفيذي لشركة بجت السعودية، للحديث عن رعاية شركة بجت السعودية للمنافسات الرياضية أو المنتخب السعودي والاتحاد السعودي لكرة القدم. أهلا بك أستاذ خالد معنا. السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير على عائلة MBC وعلى المستمعين جميعا. كل عام وانتم بخير أستاذ خالد، ونشكر لكم هذه الرعاية الكريمة للبرنامج أيضا. أستاذ خالد، يعني حدثنا أولا عن رعاية بجت السعودية للمنتخب السعودي المشارك في كأس العالم في مونديال روسيا. والله أولا نحن لينا الشرف أنه نرعى المنتخب السعودي، هذا شيء بالنسبة لينا يعني فخر نعتز فيه، وأنه نكون نحن من أحد الشركات اللي هي تدعم الوطن، ونحن يعني عندنا عقد مع المنتخب 4 سنين مدة العقد، وإن شاء الله نحن يعني بنحاول نسعى ونعمل اقتصار جهدنا على أساس نخدم الوطن والمنتخب بأكثر شيء نقدر عليه. جميل. سمعنا أن هناك يعني في مسابقة اسمها أنت الرابح مع بجت السعودية، حدثنا أكثر عن هذه المسابقة. والله عزيزي، هذه المسابقة ابتدت في بداية رمضان أو 5 رمضان بالتحديد. هذه المسابقة هي أي أحد يستأجر من شركة بجت سيارة يخش السحب، والسحب هو على 25 سيارة لمدة شهرين. زي ما قلت، من 5 رمضان إلى شهرين من الوقت المحدد، يعني من 5 رمضان إلى 5 ذي القعدة. أي بالضبط. تمام. بالضبط تحديدا. فنحن كل سنة بنعمل مسابقات، وعادة فيها الجوائز بتكون جوائز كبيرة، جوائز سيارات بتكون يتملكها الشخص اللي يفوز فيها. فنتمنى الجميع اللي يقدر يجي يستأجر سيارة لمدة يوم لمدة يومين اللي حاشته يعني دي، ويخش السحب وإن شاء الله يكون واحد من الفائزين. يعني نتمنى إن شاء الله. يعني نقول للمستمعين أنه أنت تبغى سيارة، تبغى تستأجر سيارة، مسافر لحد مدن المملكة أو موجود في نفس مدينتك، احتاجت أنك تستأجر سيارة، روح البجت السعودية لأنك راح تدخل السحب على للفوز على من بين 25 سيارة معروضة عند بجت السعودية. أستاذ خالد، متواصلين معك، عندنا كلام كثير حول بجت السعودية، لكن بنروح الفاصل قصير بس، خليك معنا وراجعين. المونديال مع عبد العزيز السلوم. يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا في برنامج المونديال، ونجد الترحيب معنا بالأستاذ خالد زاهد، رئيس العمليات التنفيذي لشركة بجت السعودية. أهلا بك أستاذ خالد معنا من جديد. أيضا اللي ما سمعنا قبل الفاصل، أستاذ خالد يقول أي واحد محتاج سيارة يستأجر سيارة، يجي عندهم في بجت السعودية يستأجر سيارة يوم أو يومين، وعلى طول راح يدخل السحب على 25 سيارة. أنت كنت تخيل أنك راح تستأجر سيارة في يوم واحد أو يومين، وبعدين تدخل السحب، وسبحان الله عاد الله يوفقك وتفوز وتمتلك السيارة. رايح تستأجر سيارة وفجأة تمتلك سيارة، إن شاء الله هذا يكون لل 25 فائز مع بجت السعودية. نتمنى التوفيق للجميع. أستاذ خالد، أيضا من ضمن الخدمات اللي أنتم تقدمونها يعني خدمة السيارة لحد باب بيتك، يعني هذه ودنا نشرحها للمستمعين. هذه خدمة جديدة نحن ابتدينا فيها، نبغى نريح الزبائن على الأساس أنه أي أحد يحتاج سيارة يقدر يكلم الرقم 900 المجاني حقنا ويطلب من الكول سنتر سيارة اللي يبغاها، وفي خلال 3 ساعات السيارة تكون
حد تجيله لحد شغله ماشي. لحد باب بيته. فنبغى نحن يعني نقدم خدمة شوية يعني تختلف عن بقية السوق زي ما بتقول. فبنحاول نحن نسعى دائما للأفضل، دائما نريح العميل. فهذه واحدة من الخدمات اللي نحن الآن يعني بنعطيها للعملاء. جميل. يعني أي واحد يبغى يستأجر سيارة بدل ما يأخذ له تاكسي ويروح لحد المكتب أو لحد الشركة، لا أنتم تجون عنده في البيت. بالضبط بالضبط، نجيله لحد بيته لحد عمله، فين هو موجود بنجيله. فعنده ثلاثة ساعات، الثلاثة ساعات هذه بس لو يكلمنا قبلها ونحن نضبط السيارة والسائق كل الأمور هذه، وإن شاء الله نكون عند خدمته. وبنفس السعر ولا في نفس السعر؟ لا ما في إضافات. يعني هذه تعتبر خدمة مجانية. أيوة خدمة مجانية ماشي. وخدمة كأدد فاليو للكاستمر العميل تبعنا. جميل جميل. كلمة أخيرة ودك توجهها أستاذ خالد للجماهير السعودية المساندة لمنتخبنا الوطني. والله أتمنى يعني للمنتخب الوطني الفوز إن شاء الله والتوفيق، لأنه المنتخب هو نحن ونحن المنتخب. ونحن إن شاء الله كمان عاملين جوائز إن شاء الله يوم ما يبتدي كأس العالم مع MBC، فحنوزع كمان إن شاء الله جوائز. جميل. فإن شاء الله انتظرونا على الهواء، وإن شاء الله مفاجآت جديدة مع بجت MBC. وأجل نتمنى للمنتخب السعودي الفوز والتوفيق دائما، لأنه هي بلدنا ومثل بلدنا. أكيد نتمنى لهم التوفيق. وشكرا لكم في بجت السعودية. شكرا لك أستاذ خالد زاهد رئيس العمليات التنفيذي لشركة بجت السعودية. إن شاء الله نهاية شهر رمضان موعد السحوبات على السيارات والجوائز المقدمة من شركة بجت السعودية في برنامج المونديال والبرامج الأخرى أيضا في إذاعة MBC. شكرا لك أستاذ خالد. شكرا لك. إذن مستمعينا بنروح الفاصل قصير، وبعد الفاصل راح نرجع معاكم ومع ضيفنا. المونديال مع عبد العزيز السلوم. يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج المونديال في الجزء الثاني من البرنامج. خلينا نذكركم بس بسؤال حلقتنا لليوم اللي راح ناخذ فيه اجاباتكم واتصالاتكم في نهايه الحلقه. من هو صاحب اول هدف للمنتخب السعودي في تصفيات كاس العالم 2018؟ هل هو محمد السهلاوي او يحيى الشهري؟ راح نستقبل اتصالاتكم في نهايه الحلقه. شاركوا معنا عشان تدخلون السحب على سياره تويوتا يارس مقدمه من شركه بجت السعودية لتأجير السيارات تويوتا يارس 2018. نرحب الآن بضيفنا الدكتور سلطان بديري المدرب والمختص في التحليل الفني. أهلا بك دكتور سلطان معنا. أهلا وسهلا أخوي عبدالعزيز. يا هلا والله الله يحييك دكتور سلطان. اليوم بنتكلم عن فنيا يعني عن المنتخبات العربية. خلينا نبدأ بمنتخبنا الوطني منتخب السعودي في المجموعة الأولى مع روسيا والأورغواي ومصر. أولا دكتور خليني أسألك عن أداء منتخبنا في المباراة الودية تحديدا الأخيرة أمام إيطاليا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله شوف يعني بالنسبة لمباراة منتخب إيطاليا كانت يعني محق قوي، طبعا وضحت لنا كثير من المشاكل الفنية اللي بيعانيها منها المنتخب السعودي. طبعا أتمنى أن يعذرني الأخوان المستمعون يعني ممكن نتكلم في بعض العيوب، لكن صدقني هي في الآخر المصلحة العامة. أكيد لا بالعكس السعودي. بالعكس ممكن يعني بعد كده أختم بالمميزات. نعم. لكن يهمني أن نوضح الآن العيوب بحيث أن إحنا ما زال في وقت إحنا نقدر نتداركها ونقدر نصلحها. جميل. طبعا بصفة عامة أنا أتكلم عن المنتخب السعودي، حلخص المنتخب السعودي يعني جميع الجوانب الفنية، وبعدين نتكلم في التكتيك. طبعا المنتخب السعودي إحنا زي ما إحنا عارفين إنه الآن يعني للأسف وجود المدرب في وقت متأخر ما أعطى مساحة يشتغل كثير في الجوانب الفنية والتكتيكية ويصلح بعض الأخطاء، لكن الآن هو بيحاول يتدارك ما يمكن تداركه في الوضع الحالي. والعمل اللي هو قام فيه الآن بصراحة عمل جبار ويشكر عليه،
وأكثر ما يعني ميزه في العمل اللي هو قاعد فيه الآن إنه يعني أخذ نهج مارفيك واشتغل على العمل اللي كان قاعد فيه مارفيك، وده الشيء حسب له. طور في عمل مارفيك، استخدم نفس العناصر نفس الأدوات، وده شيء كويس وإيجابي جدا في مصلحة المنتخب السعودي. لكن المشكلة اللي احنا أخويا نعاني منها للمنتخب السعودي إن احنا عندنا في مشكلة الآن ما استقر على الحراسة. الآن الحراسة ما هي واضحة عندنا، وهذه ممكن تأثر علينا. طيب دكتور، أنت لو مكان بيتزي من راح تختار من بين الأربعة حراس؟ والله أنا أشوف إنه يعني ياسر السليم هو الأكثر شغل، لكن مشكلة الكابتن ياسر اللي هي التمريرات اللي بيمرر الوسط وبتنقطع وبترجع علينا في الهجوم، هي هذه المشكلة. لو تم تدريبه عليها والعمل عليها ممكن صراحة، يعني هو ياسر لأنه الأكفى، وياسر من 2007 وعاصر يعني بطولات. نعم، يعني هو الأكثر خبرة بينهم، هو الأجدر بحراسة المرمى، لكن عنده مشكلة في التمريرات للمدافعين. لكن منو رقم اثنين ممكن تحب تختاره دكتور؟ والله أنا شغل معيوف رقم اثنين برضو. إحنا دائما نركز على موضوع الخبرة والضغط اللي تحط تحت اللاعب. لا تنسى أول مباراة عندنا مباراة افتتاحية، وتحتاج إنك أنت طبعا تتجانب الجوانب النفسية، هذا يكون هو على قدر كبير من تجاوزها ويثبت الفريق. ليش أنا أقول لك ياسر؟ أنا أفضل إنه يثبت الفريق عندك إذا كان الحارس يعني هادي وقادر إنه يتمالك صعب. طبعا في هذه المباريات لابد يعني هيساعد الفريق بشكل كبير طبعا. دكتور سلطان، أنت قلت إنه بيتزي طور الأداء عما كان عليه مع الهولندي مارفيك، وإيش هو وجه التطوير اللي عمله بيتزي لو تلخصوا بنقطة أو نقطتين للمستمعين؟ شوف، احنا عندنا اللي هو موضوع الانهاء، في عندنا مشاكل فيه طبعا عن طريق المهاجمين، وهو شغال الان على الانهاء من الخلف عن طريق اللعيبة القدمي من الخلف، سواء عندك تيسير الجاسي طريق الشهري او هدام بهدري او كأنه يمكن اكثر واحد نجح فيها الان تيسير يحيى الشهري. شفناها كان في المباراة دي كانت كويسة، شفنا تحركاته كانت ممتازة، ممكن سالم برضو نشاهده طبعا عن طريق بعض التمريرات اللي هي بشكله على شكل مثلثات في منتصف الملعب، وبيوصلوها للاعب اللي قادم من الخلف طبعا مع رجوع السهلاوي او المهاجم اللي استلمها، بيسحب معاه طبعا مدافعين وبيدخل من الخلف احد اليوم القادمين وبتلقى تمريره وبيلاقي الموضوع سهل بالنسبة له. لكن الان برضو ما تقنعه للأمانة، يعني محتاجين عمل عليها الفترة القادمة. نعم، الحين دكتور احنا عندنا 28 لاعب، يعني لو انت مكان بيتزي راح تضطر انك تستغني عن 5 لاعبين عشان القائمة النهائية، يعني من تختار بالنسبة لك حتى الآن من وجهة نظرك؟ يعني والله شوف الآن الأسماء لا تذكرني، لكن لو تعطيني بعض الأسماء أقول لك يستبعد. يعني مثلا في حراسة المرمى عندنا 4 حراس: ياسر المسليم، عساف القرني، عبد الله معيوف، محمد العويس. يعني لابد أنه يستغني عن حارس، عن عساف هذه واحد. عساف. طيب بالنسبة للوسط عندنا أسامة هوساوي، عمر هوساوي، منصور الحربي، ياسر الشهراني، معتز هوساوي، سعيد المولد، محمد البريك، محمد جحفلي، علي البليهي. عندك علي البليهي ويلي محمد جحفلي. يعني الآن عندنا 3 لاعبين، بعدين نروح للوسط: تيسير الجاسم، يحيى الشهري، نواف العابد، سلمان الفرج، عبد الملك الخيبري، سالم الدوسري، حسين مقهوي، عبد الله عطيف، محمد كنو، محمد الكويكبي، عبد الله الخيبري، وهتان بهبري. الكويكبي والخيبري طبعا هم الأقل يعني وحدة خبرة ومنضمين حديثا. يعني الخيبري عبد الله، لا عبد الملك، لا ايوه عبد الله، عبد الله هو اللاعب الشاب عمره 20 سنه. اذا يعني كذا نكون حطينا 5 لاعبين، لانه عندنا في الهجوم اصلا يعني راسين حرب اللي هم مهند عسيري ومحمد سهلاوي، ويضاف لهم ايضا فهد المولد، ومن الصعب الاستغناء عن اي واحد منهم. ايش الايجابيات في منتخبنا محمد دكتور سلطان؟ والله الإيجابية طبعا أنه الفريق عندنا يعني تعود على اللعب على الاستحواذ وعلى التمريرات القصيرة البينية السريعة اللي هي في العمق. طبعا أهم ميزة أنا شفتها وناسبتني في الفريق هي الاختراق مع العمق. عندنا نقل اللعب ممتاز جدا، عندنا صبر تكتيكي عالي جدا. متى إحنا ما استطعنا أن نفرض يعني نفرض أسلوبنا على الفرق راح تكون لنا كلمتنا.
يعني برضو أنا من على فكرة رغم أني مثلا قلت لك عندي سلبيات وعيوب لكن متفائل طبعا بالنظر لمنتخب مصر وبالنسبة للمنتخب الأوروغواي والروسي لقيت أن ترى إحنا الحمد لله ترى مو بعيدين ويمكن لي فترة الآن بحلل في اللي هي كل الفرق تقريبا 2-3 فريق لقيت أن إحنا ترى على فكرة كمنتخب سعودي لسنا بالسوء بالنسبة للفرق اللي تأهلت يعني الأولى في الإعداد. طيب دكتور راح نفصل أكثر عشان يكون عندنا وقت أكثر لكن بنروح الفاصل قصير خليك معنا ومع مستمعينا بنروح الفاصل قصير وبعد الفاصل بنكمل حديثنا عن منتخبنا. المونديال مع عبد العزيز السلمي. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا في برنامج المونديال وجد الترحيب بضيفي ضيفكم الدكتور سلطان بديري المدرب المختص في التحليل الفني. اهلا بك دكتور سلطان معنا من جديد. دكتور يعني كنا نتحدث عن منتخبنا الوطني عن سلبياته وإيجابياته أيضا اخترت بعض الأسماء اللي تجد أنه من الممكن أن يستغني عنها بيت من قائمة 28 لكن كان حديثنا قبل الفاصل تحديدا عن المنتخبات في المجموعة اللي راح يواجهها المنتخب السعودي منتخبنا الوطني منتخب مصر الأوروغواي روسيا يعني كيف تقييمك الفني لها؟ من ناحية؟ يعني من ناحية مواطن القوة بينه وبين منتخبنا يعني. والله شوف ما يخفى عليك طبعاً عن منتخب الأوروغواي كاستقرار فني الآن عندك تقريباً مدرب 12 سنة معه. في لعب معه 140 مباراة دولية. يعني. أوسكار تباريس. طبعا شوف الاسماء اللي عندهم يعني عندهم كفاني عندهم سواريز يعني هدافين من طراز نادر لكن انا اقول لك على الرغم من كده منتخب الأوروغواي ما هو هذاك المنتخب الصعب مر ب يعني مواجهات من التصفيات تواجه منتخب البيرو خسر من البيرو اللي حنلعب معه بعد بكره فانا حتى يعني اشوف ان احنا موقفنا حيبان تكتيكنا و أداء أمام الأوروغواي حيبان مباراة اللي هي البيرو اللي بعد بكرة هي اللي تحدد بشكل كبير المنتخب السعودي كيف حيكون. لكن دكتور يعني الكل يعرف مثلا نقاط القوة في الأوروغواي تحديدا في سواريز وإدنسون كافاني لكن ماذا عن نقاط الضعف في هذا المنتخب؟ شوف أول شيء الفريق نفسه الأوروغواي كمنتخب يعني الفرق اللي بيقبل أهداف يعني تخلف 20 هدف في التصفيات يعني عدد مو قليل بصراحة الأهداف اللي دخلت فيه يعني دفاع عنده مشاكل في يعني عنده مشاكل في الأداء الفني طبعا دخول الأهداف عنده بتكون دائما يعني غالبا من التمريرات العرضية هذا الشيء اللي ملاحظ وبالذات اللي بتنزل بين يعني بين المدافعين أو خلفهم قلوب الدفاع طبعا برضو من الفرق اللي أنت ممكن لو استخدمت التصويب عليه تسجل عليه أهداف برضو عن طريق الانفرادات أو اللي هي اللي ذكرناها قادمة من الخلف هذه برضو ميزة عندنا ممكن يعني فريق الأوروغواي على فكرة مو فريق صعب قوته في مهاجمين لكن أداء الدفاعي يعتبر نوعا ما يعني منخفض ما ودي أقول ضعيف لأن فريق عالمي يعني تعتقد لاعيبة المنتخب السعودي أسرع من لاعبين وسط ومدافعي المنتخب الأوروغواي بالضبط لكن هذا المشكلة نحن برضو ما زال في اللي كنت بتكلم فيها في مشاكل المنتخب السعودي نحن الآن ما صعدنا الكرة الأرضية والكرة الطولية اللي هي أساس نقطة ضعف منتخب الأوروغواي يعني إحنا عندك منتخب الأوروغواي منتخب مصر عندهم مشاكل هذه التمريرات اللي تكلمت عنها التمريرات العرضية أو اللي هي الطولية اللي تنزل خلف المدافعين إحنا صح لعبنا كله على الأرض وإحنا نخاف من الكرة تنقطع ترجع علينا وتعمل لها مشاكل لكن نحتاج برضو في يعني يكون عندنا حلول بدائل في التسجيل احنا ما عندنا يعني الا اللي هي الوسيله اللي قلت لك هي لكن عندنا لا تصويب ما شفنا كور اللي هي الاوفرات الاوفرلاب بالراس كور ثابته فهي دي المشكله عندنا احنا نحتاج برضو بدائل في موضوع التسجيل عشان نجاري منتخب زي الاوروغواي المباراه الاولى هي مباراه افتتاحيه مهمه جدا عشان انت يعني تخرج باقل يعني اللي هو
بهذه النتيجة اللي هي التعادل، لكن إن شاء الله بإذن الله المنتخب السعودي قادر على المباراة الأولى ترى يفوز. طب كيف تقيم المنتخب الروسي أمام منتخبنا الوطني؟ والله إن شاء الله بإذن الله المنتخب السعودي راح يمشي مع المنتخب الروسي اللي بالند، خصوصا إن إحنا كرتنا تعتبر نوعا ما هجومية وما كرتهم دفاعية، يعني لو إحنا أعطيناهم مجال إنهم هم يعني يلعبوا علينا تحت الضغط الجماهيري ممكن، لكن هو كفريق بصفة عامة يعتبر فريق عادي جدا المنتخب الروسي، وهو الأقل طبعا يعني في المجموعة بالنسبة للأوروغواي، بالنسبة يعني هو ماشي معانا إحنا منتخب مصر ند بالند. إيش نقاط ضعف المنتخب الروسي؟ والله لا 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 يعني هم طبعا فريق عنيف عندهم خشونة ممكن يرتكبوا طبعا أخطاء كثير تحت الضغط، ممكن يزيد الأشياء عليهم سهولة احتراقهم من العمق، وهذا الشيء اللي بنستخدمه أساسا احنا كمنتخب لعبنا الاختراق من العمق. ليش أنا أقول لك احنا ممكن نمشي معهم النت بالنت أو الأفضل، عندهم كثافة عددية أوقات في المناطق الخلفية، لكن أوقات تكون يعني بدون ضغط، وهذا شفناها مع مباراة البرازيل الودية الأخيرة، والمنتخب السعودي شاهدناه برضو مع اليونان ومع الجزائر في مباراة الودية، عرف يطبقها وعرف يشتغل عليها صح مع المباراة الودية، ممكن هذه برضو مميزات بدي إنه اشتغل عليها، وتوقع إن شاء الله بإذن الله يعني من هنا إلى مباراة روسيا يعني راح يكون للفريق أتقنها، لكن أنا أتكلم هذه مباراة روسيا لأنه إحنا طريقة لعبنا ونظام لعبنا وأسلوبنا واستراتيجيتنا ممتازة جدا ضد روسيا، لأنه عارف اللي هي هم معاكسين لنا في الاتجاه في موضوع الأسلوب. إحنا فريق مستحوذ وكرتنا مهارية وفردية، هم كرتهم لا اللي هي فيها عمق، فيها جانب بدني، فيها كور طويلة، فيها التحامات، فيها تصويت، فهذه الميزة اللي احنا خلينا في تكافؤ بيننا وبينه، هذا الشيء خلاني اقول لك احنا في تكافؤ كبير بيننا وبينه. يعني اتوقع انه ما راح يواجه صعوبات كبيرة منتخبنا امام المنتخب الروسي؟ هي صعوبة طبعا، صعوبة انك انت مباراة افتتاحية، يعني مباراة افتتاح على الارض وبين الجماهير. ايوه انا اقول لك لو المباراة هذه في ظروف عادية، في اجواء عادية، يعني كجانب فني على الورق احنا هم واحد، يعني تعادل انا اقول لك الكلام ده. لكن إذا كان طبعا في بعض العوامل زي الضغط الجماهيري عندهم والضغط الإعلامي على ملعبك، وإحنا الضغط ده بنعكس علينا برضو كمنتخب سعودي، اللعيبة أول مرة يدخلوا كأس عالم، والآن أنت شايف الوضع اللي إحنا فيه في تحفظ، ممكن يكون عامل إيجابي الضغط اللي إحنا فيه، يعني الحمد لله برضو إحنا إعدادنا ممتاز جدا لآخر 10 مباريات ودية، ما شاء الله يعني لعبنا مع فرق كثير، مع مدارس كروية كثير، قيادات ما شاء الله نهتم، يعني شيء ما هو قليل صراحة الشيء المتوقف. ليش أنا أقول لك إحنا لو قارنت، أنا لما بشوف زي السنغال بيرو كذا تشوف مباراتهم المادية تحس إنه ما عندهم كانت المادية حتى إنه هم يجيبوا يلعب مباراة ودية ويطلعوا عسكر في أماكن يعني زي اللي إحنا خافين عليها. دكتور راح نواصل عن موضوع معسكر منتخبنا لكن بعد فاصل، خليك معنا، بنروح مع مستمعينا الفاصل قصير وبعد الفاصل مكملين إن شاء الله. المونديال مع عبد العزيز السلمي. يا هلا فيكم من جديد مستمعينا في برنامج المونديال. نذكر بسؤال حلقتنا لليوم، من هو صاحب أول هدف للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2018، محمد السهلاوي أو يحيى الشهري؟ شارك معنا لتدخل السحب على سيارة تويوتا ياريس 2018 نهاية شهر رمضان، مقدمة من شركة بجت السعودية لتأجير السيارات، الراعي الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم. حاب شاركنا اتصل على 011-268-4488. أرجع لضيفنا الدكتور سلطان عبداري المختص في التحليل الفني في كرة القدم. أهلا بك دكتور سلطان من جديد. دكتور
يبدو أن فقدنا الاتصال مع الدكتور سلطان. دكتور سلطان معنا؟ أي دكتور، خلينا نختم معك بخصوص استعدادات منتخبنا الوطني والمباراتين الأخيرة أمام البيرو وأمام ألمانيا ومدى أهميتها وملامتها لمنتخبنا. والله اتفقنا يمكن مسبقا ان مباراه البيرو بشكل كبير راح يعني توضح المعالم مشاركتنا في البطوله. يعني انا اعتبر مباراه المانيا استثنائيه بحكم انها اخر مباراه ويعني خلاص يعني انت في الاخير بتفنش في فتره الاعداد، وبالتالي ما لا يمكن انك تحكم عليها لا من ناحيه القوه ولا من ناحيه الضعف، لان ممكن انت تكون عندك كروت تخفيها كمدرب، ممكن عندك بعض الجوانب التكتيكيه اللي تجربها في اخر مباراه اللي هو التنظيم الدفاعي بحيث انك انت تدخل المباراه الاخيره محطوط تحت ضغط فريق اقوى منك، بحيث لما تدخل المباراه اللي هي مباراه روسيا تلاقي نفسك انك تدرجت في المستوى ونزلت، فبتلعب مع فريق فعلا في نفس مستواك. لما تكون اخر مباراه حسيت كان معك انه الفريق اللي كان امامك فريق قوي جدا وصعب وما انت قاعد تتغلب عليه، زي مباراه ايطاليا اللي راحت كان الفريق تحت الضغط، كان في اخطاء في التمرير، كان في مشاكل، اللعيبه كان يعني كان فعلا بحسوا بمجهود عالي عليهم، حتى مجهود ذهني ما في حلول، ما عارفين كيف يعني يتصرفوا داخل الملعب. جميل، هي دي الفكره. فاختبارات الصعب، اختبار الصعب هذا اللي في الاخير انا وجهه نظري انه ممتاز جدا، راح يريحنا في المباراه الاولى، خليك تدخل المباراه الاولى ان شاء الله باذن الله وانت يعني جاهز في كامل جاهزيتك. انا هذه وجهه نظري، واتوقع انه لو مدرب ماشي بنفس الاستراتيجيه هذه. جميل. الدكتور سلطان بداري المدرب والمختص في التحليل الفني في كرة القدم، شكرا جزيلا معك جزيلا لتواجدك معنا في هذه الحلقة، وشكرا أيضا لقبول الدعوة. أهلا وسهلا فيك، العفو، أنا سهل، تشرفنا.